الحمد لله قدرنا نسعد الجمهور بتاع النهارده. قول لي بقى، خط الوسط ده هو كان محور الارتكاز وكان ليكوا اداء كبير جدا انت وعاشور. اكيد طبعا، مش انا وعاشور بس، اللعيبه كلها طبعا تعبت النهارده، واللعيبه كلها عملت اللي عليها وادت على اكمل وجه، والحمد لله قدرنا نرجع بالسوبر. كان في تفاهم وتجانس بينك وبين عاشور في سواء في التقدم للامام او في الدفاع، لكن بشكل عام قول لي كده كواليس المباراه، لان الجمهور حتى لما عدي الدقيقه 90 ودخلنا في الوقت الاضافي جمهور قلق، فانتوا كلاعيبه تعاملتوا ازاي مع هذا المشهد في المباراه؟ اللعيبه كلها طبعا عندها خبرات، اللعيبه كلها بتلعب لاخر دقيقه، في حماس لاخر دقيقه، عندنا اصرار لاخر دقيقه ان احنا نقدر نحقق الفوز، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحققه. سلوية من اللاعبين اللي ليهم اداء في الملعب لكن ممكن الجمهور ما يكونش حاسس بيه، ولا انت شايف المشهد ده ازاي؟ شويه الفتره دي ممكن الجمهور ما يبقاش حاسس يعني بالمجهود اللي انا بعمله، انا بنفذ تعليمات الجهاز الفني، ممكن الناس بتقارن بايام الاسماعيلي شويه، بس يعني دلوقتي الوضع مختلف. أنا عايزك تشرح ده، لان الجمهور انا متابع دايما انطباعات الجماهير على اللعيبه، وممكن يكون ادائك في فرقه مختلف عن فرقه نتيجه المهام اللي مطلوب منك من الجهاز الفني. اكيد طبعا، في الاسماعيلي كان في حريه شويه في التقدم الامام، في الدور الهجومي دلوقتي في تحفز شويه بتعليمات المدير الفني، وكلنا يعني بننفذ تعليمات المدير الفني ان احنا نقدر ناخد من الماتش اللي احنا محتاجينه. بص بس معلي، عايز ايه؟ ايه؟ كلمتين عليك. باسم بيقول لك ايه؟ بيقول لي قول كلمتين عليا، عايزنا صياطه. الجمهور، جمهور الاهلي تحب تقول له ايه؟ قال لهم طبعا مبروك، طبعا اول بطوله في 2018، البطوله رجعت لمكانها الطبيعي، ان شاء الله الفتره الجايه نقدر نحقق بطولات اكتر، وتركيزنا الفتره اللي جايه في الدوري ان شاء الله، وبعد كده بطوله افريقيا والكاس ان شاء الله. ممكن نشوف اهداف من السلية الفتره الجايه؟ ان شاء الله. استعداد؟ ان شاء الله ان شاء الله. بطوله بتمثل لك ايه يا سلية؟ حاجه كبيره طبعا ان انت تاخد بطوله مع النادي الاهلي، شرف لاي لاعب، احنا كلنا بنجتهد واللعيبه كلها بتجتهد في الملعب عشان نقدر نحقق بطولات، والحمد لله ربنا يكرمنا الفتره الجايه ونحقق بطولات اكتر. كان في ضغوط عليكم؟ لا مفيش ضغوط ولا حاجه، اللعيبه كلها لعيبه يعني كبيره وعندها خبرات ولعبت قدام جمهور كتير، فطبعا الجمهور بيدي دفع للعيبه والحمد لله يعني كان في صالحنا. يا صلاحيه مبروك، وكمل كم بطوله لغايه دلوقتي مع الاهلي؟ كده 2 دوري وواحد سوبر وواحد كاس. لسه اللي جاي احسن ان شاء الله، افريقيا ان شاء الله.